السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الكرام. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتعرف على خصائص الكائنات الحية ووظائفها الحيوية وتفاعلها مع البيئة. بالنسبة للمفهوم ديال هذا الموضوع هذا ديال الكائنات الحية، فالكائن الحي مخلوق يتمتع بخصائص تميزه عن الأجسام غير الحية، وهي التي يمكن ملاحظتها على أنواع الكائنات الحية المعروفة، البكتيريا والفطريات والنباتات والحيوانات. مميزاتها: تشترك جميع الكائنات الحية بمجموعة من الخصائص التي تميز عن الأجسام غير الحية، ويجب أن تتوفر جميع هذه المميزات والخصائص حتى يصنف الكائن كائنا حيا. يعني خاص توفر فيه هذه الخصائص والمميزات باش نميزو على الكائنات الغير حية. ومن أهم مميزات الكائنات الحية أن أجساما أو أنها أجسام تتكون من خلايا، وحدة البناء الأساسية للحياة. بعض الكائنات الحية تتكون من خلية واحدة تسمى وحيدة الخلية مثل البكتيريا، وبعض الكائنات الحية الأخرى تتكون من خلايا متعددة مثل الإنسان والنباتات والحيوانات. وتؤدي الخلايا على اختلافها في جسم الكائن الحي وظائف ومهام مختلفة. من أهم وظائف الكائنات الحية نجد النمو والتطور، التكاثر والحركة. نعم، قلنا بأن أهم وظائف الكائنات الحية النمو والتطور، التكاثر والحركة، ثم الاستجابة للمؤثرات الخارجية. بالنسبة للنمو والتطور، فجميع الكائنات الحية تنمو، وذلك بزيادة حجم الخلايا التي تكون جسمها وعددها. التكاثر هو القدرة على إنتاج أفراد جدد نسخا عن نفسها ليستمر نوعها. الحركة، جميع الكائنات الحية تتحرك، وبعض أنواع الحركة تكون واضحة مثل حركة الحيوانات، وبعضها تكون صعبة الملاحظة مثل حركة النباتات. الاستجابة للمؤثرات الخارجية، فجميع أنواع الكائنات الحية يمكنها الاستجابة للتغيرات في بيئتها. فعلى سبيل المثال، تتجه أوراق النباتات نحو الضوء، ويعد سلوك بعض الكائنات الحية نوعا من الاستجابة مثل هجرة أسراب أسماك السلمون. احتياجات أو الخاصيات المشتركة بينها، يعني بين جميع الكائنات الحية، نجد الغذاء الذي يتمثل في الطاقة، الهواء الذي يتعلق بالتنفس، الماء الشرب الإخراج، ثم البيئة يعني الموطن. بالنسبة للطاقة، فجميع الكائنات الحية تحتاج للطاقة لتمكن من القيام بالعمليات الحيوية المختلفة والمحافظة على التوازن الداخلي. وتعد الشمس هي المصدر الرئيسي للطاقة على الأرض، لأنها تستخدم لتصنيع الغذاء بشكل مباشر وغير مباشر. الهواء، التنفس عبارة عن تبادلات غازية تتمثل في أخذ الأكسجين من الهواء وطرح ثنائي أكسيد الكربون، وهو من الاحتياجات الأساسية للكائن الحي. كل كائنات حية تتنفس بالليل وبالنهار، خلافا لما يعتقده البعض بأن النباتات لا تتنفس إلا بالليل. الماء هو من الضروريات لكي يعيش الكائن الحي سواء أكان نباتا أم حيوانا. الإخراج، تتخلص جميع الكائنات الحية من السموم والفضلات الناتجة عن عمليات التمثيل الغذائي والمواد الفائضة عن الحاجة. البيئة أو الموطن، تحتاج جميع الكائنات الحية إلى بيئة مناسبة وملائمة لها لكي تعيش فيها وتبقى على قيد الحياة. النقطة الموالية هي تصنيف جل هذه الكائنات الحية، يعني الانقسامات أو الأقسام اللي كتنقسم لها الكائنات الحية. كاين مملكة الحيوان، وهي الكائنات حية لا يمكنها إنتاج الغذاء ديالها بنفسها، يعني كتعتمد على الطبيعة في الغذاء ديالها، وكتنقسم حتى هي بدورها إلى حيوانات فقارية، ثدييات، طيور، أسماك، زواحف،
برمائيات إلى غير ذلك. ثم كاين سلوك الحيوانات والبيئة التي يعيش فيها، كاين يعني مجموعة من السلوكات ديال الحيوانات اللي كتختلف من حيوان لآخر. الكثير من الأنواع ديال هذه الحيوانات نجحت في البقاء على الحياة بفضل تكيفها مع التغيرات البيئية، ولكن في العقود الأخيرة من هذا القرن ظهر نوع جديد من دراسة سلوك الحيوان، وهو دراسة السلوك البيئي، ويتضمن هذا النوع من السلوك دراسة سلوك الحيوان وتفاعله مع البيئة التي يعيش فيها. بالنسبة للأنماط، السلوك الفطري عند الحيوان، كاين سلوك الرعاية وهو حماية الكبار للصغار، كاين السلوك الجنسي، يعني هذه سلوكات يعني فطرية في الحيوانات، السلوك الجنسي، سلوك طلب المأوى، السلوك الغذائي، الانتقاء الطبيعي، والسلوك. هنا كان هذا الموضوع يتعلق بإيجاد المكان المناسب للعيش على الموطن، ثم البحث عن الغذاء. نعم، ومن بين السلوكيات التي تتخذها بعض الحيوانات كان السبات الشتوي، اللي كنعرفوا بأن بعض الحيوانات كتنام في فصل الشتاء. كاين هجرة الطيور، كاين التمويه بغرض التخفي مثلا بحال الحرباء، كاين بعض مظاهر التكيف في الجمل، كنعرفوا بأن الجمل عنده مثلا كيتكيف مع الصحراء، الجو تاع الصحراء كيتكيف مع الحرارة المرتفعة، مع الرمال، مع المياه اللي كتكون ناقصة وقليلة في الصحراء. كاين المملكة الثانية، شفنا مملكة الحيوان، ثم المملكة الثانية مملكة النباتات. تصنف النباتات إلى نباتات زهرية ونباتات لا زهرية، وتصنف النباتات الزهرية بدورها إلى نباتات بذرية ونباتات لا بذرية، وتصنف النباتات البذرية بدورها إلى نباتات كاسيات البذور ونباتات عارية البذور، وتعد النباتات المصدر الرئيسي للغذاء. هنا كاين أجزاء النباتات الزهرية ووظائفها، كاين الجذر وهو الجزء النباتي الذي يعيش تحت سطح التربة يعني الجذور، الوظائف ديالو امتصاص الماء. نعم، كاين الساق أو الجذع، هو الجزء من النبات الذي ينمو عادة فوق سطح التربة، كاين الوظائف ديالو حمل الأوراق والأزهار والثمار والبراعم، كاين الأوراق وهي الأجزاء الخضراء في النباتات التي تحمي الأغصان والسيقان، ثم كاين الأزهار، ثم كاين الثمار. بالنسبة لخاصيات النباتات مع البيئة الطبيعية التي تعيش فيها، يعني كنعرفوا بأن كل طبيعة أو كل مناخ كتعيش فيه واحد النباتات خاصة كتأقلم مع هذا المناخ هذا. مثلا في الصحراء كاين الصبار اللي كيتأقلم مع هذا المناخ الحار، وفي الغابات الاستوائية كتلقاو مثلا بعض الأشجار الخضراء يعني كتأقلم مع هذا الجو ديال المناخ الاستوائي اللي كيتطلب الرطوبة والأمطار الكثيرة، يعني تكيف النباتات الصحراوية أو نباتات البيئة القاحلة، تكيف النباتات للعيش في الماء. نعم، إذن هذا واحد الموضوع يعني ملخص على الكائنات الحية. نتمنى أنه يكون أعطى لكم واحد الفكرة ولو بسيطة حول على هذا الموضوع هذا، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.